الجزء التعليمية سجلنا يعني إلى حدود اليوم يعني كاين إصابة خمسة ديال الأساتذة، كاين 11 يناير سيدي حاشد بجوج سيدي علي وزير جوج، ثم كذلك في الصفوف بعض التلاميذ المخالطين كاين حالات مخالطة اليوم، كاين علي فؤاد مار، كاين رئيس المتشافي، كاين أنوار، ثم في إبراهيم كلمة الخاصة اللي كنتسناو اليوم من التاريخ ديال بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الواتق المدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه، المديريه الاقليميه الشتوكا اتباها. طبعا بالنسبه للترتيب الترتيبات ديال الدخول المدرسي الحالي اللي كتجي في هذه الظروف الاستثنائيه ديال كوفيد، هذه اسبوع اللي مر على الدخول المدرسي واللي كانت فيه مجموعه من الترتيبات، فيها اجتماعات مع الساده المديرين والساده المفتشين حول مذكره 39 اللي جابت اللي كانت تنظيميه، وجاو فيها البروتوكولات ديال الانماط التربويه المعتمده وديال البروتوكول الصحي وكذلك استقبال التلاميذ والتلميذات. وهذا ما تم في هذا الاسبوع الفريط، يعني حيث تم استقبال التلاميذ والتلميذات على شكل افواج يعني نهار الاثنين والثلاث والاربع، وبالتالي تعطتهم يعني الاستعمارات الزمن ديالهم، وكذلك كانت واحد الحمله تحسيسيه في الصفوف ديالهم بالتدابير الاحترازيه البروتوكول الصحي، كذلك تعطتهم الكتوبه اللي غادي يقراوا بها، ثم الشرح المفصل لهذا النمط اللي تم اعتماده. بالنسبه لاقليم الشتوكا اتباها، النمط السائد هو النمط الحضوري التناوبي، يعني فيه ثلاث ايام ديال الحضوري، وكاين ثلاث ايام ديال التعلم الذاتي. الحضوري تركزوا فيه على الجانب البنائي في الدروس الاساسيه، ثم الجانب الترييدي والتمارين والانشطه كتكون في ثلاث ايام الاخرى ديال التعلم الذاتي. كاين كذلك النمط الحضوري في ايتباها 100%، يعني في المناطق اللي فيها عدد التلاميذ يقل على 20 تلميذ، ما عدا الاعداديات والثانويات والمدارس الجماعاتيه اللي فيها النمط الحضوري التناوبي. عندنا كذلك النمط ديال عن بعد ولكن قليل بزاف، ما كيتجاوز 1.4% في مجموع الاقليم. يعني كذلك صيفطنا لجان ديال التتبع ديال الدخول المدرسي انطلاقا من الاسبوع الماضي، وكذلك في الاسبوع هذه اللجان اللي كتشوف هذيك التدابير الاحترازيه واش مطبقه، وكتشوف كذلك الانماط المعتمده، وكتدخل لحل مجموع المشاكل والاكراهات اللي كاينه في المؤسسات التعليميه في الاسلاك الثلاثه.